جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كخطوة جوهرية نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم بصورة تدريجية تمهيدا لدمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إعادة الثقة لديهم وتوظيف طاقاتهم بشكل يسهم في نهضة المجتمع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية. مساء الخير سيد أحمد، ولو تطلعنا أن كيف كان لتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأثر الكبير في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال تطبيق هذا القانون وقانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة. مساء الخير أختي، مرحبا. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة هو طبعا ملف ثابت وموجود عند كل دول العالم، ولكن نقطة المفارقة تكون الإنجازات اللي تحققها كل دولة في المجالات المذكورة في هذا الملف. وإذا نتكلم عن العقوبات البديلة، فمملكة البحرين هي الرائدة في إنشاء قانون مستقل وخاص بالعقوبات والتدابير البديلة، وهذه انعكاس للرؤية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. اليوم هذا القانون جزء من الأحكام القضائية والنصوص التشريعية، وهذه يتماشى مع المتغيرات العالمية اللي صارت في السياسة العقابية الحديثة. وهذا القانون في مملكة البحرين هو قانون ناجح بكل المقاييس وله مردود إيجابي على المجتمع ونموذج جاهز لأي دولة ثانية تبدأ تطبق مثل هذا القانون. ودليل على هذا الكلام طبعا إذا احنا بناخذ يعني على المستوى المحلي، فيتم تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه بأحد العقوبات اللي نص عليها القانون بنفس المدة، يعني بمدة متساوية للعقوبة الأصلية، ويتم تسوية جميع الالتزامات اللي متراكمة على المحكوم عليه، وأيضا يتم التأكد من أن هذا الشخص لا يشكل خطر على الأمن العام، وهذا طبعا له عائد كبير على نفسية المستفيد من العقوبة البديلة وعلى أهله، وأيضا يسهل عملية إدماجهم في المجتمع. وبهذا الكلام احنا طبعا حفظنا حقوق جميع الأطراف من جاني ومجني عليه والمجتمع. وإذا جينا حق المستوى الدولي، فهذا القانون يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يخص المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان وتغيير نظرة المجتمع للمحكوم عليهم من سلبية لإيجابية. نعم سيد علي، ما دور وزارة الداخلية في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، وما هي البرامج النوعية التي تقدمها لتتماشى مع هذا القانون؟ اليوم في مملكة البحرين طبعا عندنا احنا 7 انواع مختلفة من العقوبات البديلة، ويتم استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة مناسبة من ضمن 7 عقوبات حسب تقدير القاضي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. ومن ضمن هذه العقوبات طبعا حضور برامج التأهيل والتدريب، واللي أهم برنامجين هما في يعني هذه العقوبة هما برنامج تأهيل محكومين وإدماجهم في المجتمع واللي اسمه باختصار برنامج تمام، وبرنامج ساعي أعمال للمنفعة العامة واللي باختصار اسمه برنامج سامع. وهذه البرنامجين تقدمهم إدارة الوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، والبرنامجين حصلوا على عدد من الجوائز العالمية والشهادات الخاصة بالمقاييس الدولية، واللي طبعا يعني هذه الجوائز تعكس جودة هذه البرامج والخدمات اللي تقدمها وزارة الداخلية للمستفيدين من هذه العقوبات البديلة. وفيما يخص برنامج السجون المفتوحة، هي طبعا يعني يعتبر توسع في تطبيق البرامج اللي تقدمها وزارة الداخلية وامتداد للبرامج اللي قدمتها في السابق. واذا يعني بنتنبأ بالمستقبل بخصوص برنامج السجون المفتوحة، فمن المؤكد ان هذا البرنامج ايضا بيحصل على عدد من الجوائز العالمية وبيحصل على شهادات دولية قياسية لآلية التطبيق نفس ما صار مع البرامج السابقة. نعم، وكل هذا النجاح والانجازات صارت للبرامج اللي أسلف ذكرها بسبب التوجيهات اللي حصلناها من سيدي معالي وزير الداخلية، وهذه التوجيهات هي الاستراتيجية والبنية التحتية للعمل اللي سويناه وبنسويه أيضا في المستقبل، وأيضا الدعم اللامحدود اللي نحصله من معاليه واللي يشكل لنا عماد وركيزة نجاح هذا البرنامج. نعم السيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.